أعلن نادي الجزيرة الإماراتي فسخ عقد صانع ألعابه الدولي عمر عبد الرحمن الشهير بعموري قبل نهايته في 2022. عموري لم يلعب سوى مباراتين مع الجزيرة في الموسم الحالي قبل أن يتعرض لإصابة في ركبته أبعدته عن الملاعب منذ أكتوبر الماضي. النجم الإماراتي عانى من الرباط الصليبي 3 مرات آخرها مع الهلال السعودي عام 2018 قبل أن ينتقل في العام اللاحق إلى الجزيرة. بدوره تقدم عموري بالشكر لإدارة نادي الجزيرة على منحه فرصة تمثيل الفريق وتمنى له التوفيق محليا وخارجيا من دون الكشف عن وجهته المقبلة. يعاني عموري في السنوات الأخيرة من إصابات جعلت مستواه يتراجع ويتنقل بين الأندية، وها هو الآن يخرج بالتراضي من نادي الجزيرة الإماراتي. تفاصيل أكثر بالتقرير التالي. انتهت قصة عموري مع الجزيرة، أحد أهم اللاعبين الإماراتيين خلال العقد الأخير. عانى من الإصابات منذ تجربته القصيرة مع الهلال السعودي. عموري انضم على سبيل الإعارة إلى الهلال صيف 2018 قادماً من العين، صفقة استأثرت باهتمام وسائل الإعلام وأسعدت جماهير النادي العاصمي، خاصة أنه أحد أفضل اللاعبين في آسيا. تجربة الدولية الإماراتي مع الفريق الأزرق لم يكتب لها الاستمرار، 6 مباريات فقط، وحدث ما لم تكن جماهير الهلال تتمناه. عموري تعرض لإصابة في الرباط الصليبي خلال مباراة ضد الشباب في الدوري المحلي خلال أكتوبر 2018 ليغيب بعدها عن الملاعب فترة طويلة. شارك عموري في 5 مباريات بالدوري السعودي وسجل هدفا وصنع آخر، إضافة إلى مشاركته في مباراة كأس السوبر السعودية أمام الاتحاد في لندن. بعد انتهاء فترته مع الهلال وفشل المفاوضات بين الطرفين، عاد عموري إلى الدوري الإماراتي من جديد، ولكن هذه المرة عبر بوابة الجزيرة في أغسطس 2019. مرة أخرى غيبته الإصابات المتكررة عن المستطيل الأخضر وأثرت على ظهوره مع العنكبوت. عموري شارك خلال الموسم الحالي في 2 مباراة مع الجزيرة. في المجمل لعب عموري 21 مباراة، سجل خلالها 3 أهداف وصنع 3، ليسدل بعدها الستار على تجربة لم يكتب لها النجاح. في سن 29 يجد عموري نفسه الآن بلا فريق، في انتظار الوصول إلى محطة كبرى توازي العين والهلال والجزيرة. هيثم بن حماد، العربية.